شفت بوست كده كان يعني من دون ذكر اسماء، واحد تقريبا هو محلل رياضي، يعني هو بيقول على نفسه كده، هو كاتب في البايو كده، كاتب احنا بنشوف مريم في كل حاجه متعلقه بالزمالك بس عمري ما شفتها في ملعب الطايره. فانا مثلا عايز ارد على حاجه زي كده، يعني هي دي مشكلتك، يعني هي دي مشكلتك او مشكله اي حد. يعني انا مش متعوده ارد على الجماهير او مش متعوده ارد على حد، بس دي حاجه لفتت نظري ان هو مثلا محلل رياضي، فهي دي مشكلة أو دي حاجة بتدل على الجهل، إنك أنت مثلا ما شفتنيش، أنت ما شفتش البطولة مثلا، أنت فتحت هو كمان شفت الكومنتس بتاعته بيقول لهم يا جماعة، يعني ناس بترد عليه بتهاجمه فبيقول لهم يا جماعة أنا أصلا ما شفتش البطولة. فأنت ما شفتش البطولة، طب ما دي مشكلتك، يعني أنت اتفرجت على النهائي أو هي دي الحاجة الوحيدة أنت تابعتها، فأنت نزلت بوست تكتب فيه كده. فأنا بشوف إن ده بيكون يعني غرض أو حاجة، ده بوست مغرض أو حاجة يعني نية مش كويسة، فان انت مجرد مستني لايكس كومنتس وشير وبس، هو ده اللي انت مستنيه، لكن مش بتفكر مثلا في احساس لاعب ايه لما يشوف بوست زي ده. هو الكلام ده على فكره مش انا بس اللي بتعرض ليه، هو الناس كلها، كل اللعيبه بتتعرض ليه، يعني بس انا هو بيهاجموا محمد صلاح فيعني مش هيجموني انا. فانا بقول له مثلا لا، يعني انت المفروض تتحرى الدقه شويه وانت بتكتب بوست زي ده، المفروض ان انت مفروض محلل رياضي ان انت تكتب حاجه زي كده، انت ممكن توقع لعيب نفسيا. او يعني انا نفسي بصراحه انا اتعودت على الكلام ده، يعني انا عديت بحاجات كده كتير فانا مش هتاثر بحاجه زي كده، بس لفت نظري. يعني انا عايزه اقول له لو انت ما شفتنيش قبل كده بلعب فدي حاجه ترجع لك انت، ترجع للجهل اللي انت فيه. انا مثلا مش بحبش اتكلم عن نفسي، بس لو انت اتفرجت قبل كده عليا هتعرف انجازاتي الفرديه، تكتب اسمي بس انا على جوجل هتعرف انجازاتي الفرديه او الجماعيه، مع سواء مع النادي الاهلي او مع الزمالك. اه ما شفتنيش عشان انا كنت مصابه، لو انت مش عارف ده برضو دي حاجه تدل على الجهل، بس دي حاجه عايز ارد عليها. ومثلا يعني دي حاجه طبيعيه برضو اللي هو بيقول عليه ان انا ما لعبتش. يعني مثلا هقول اكبر مثال دلوقتي في الرياضه عندنا الشناوي مثلا، هو كحارس، ما هو حارس مرمى مصر وحارس مرمى المنتخب الاول وحارس مرمى النادي الاهلي الاول، وهو احسن حارس في افريقيا، وده بالارقام، يعني مش طالع انا اقول على نفسه انا احسن حارس مرمى ولا احسن مثلا ليبرو ولا احسن كده، لا دي بالارقام فعلا. هو عدى باصابه ودلوقتي هو لسه بيشارك تدريجي، ودي حاجه طبيعيه جدا، فدي حاجه مش هتقلل منه ولا حاجه هتنكر مثلا كل حاجه اللي هو عملها، الانجازات اللي هو عملها سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب، فولا هنقول له بقى خلاص ده انت راحت عليك ده انت سلام عليك، لا هو ما زال هو احسن حارس. وحتى الشخص الثاني اللي هو مصطفى شوبير هو حارس هايل جدا، ولا حاجه هتقلل من ده ولا حاجه هتزود من ده ولا هتزود من ده ولا هتقلل من ده، هما الاثنين حراس كويسين جدا، وهي دي سنه الحياه، حد اتصاب هيقعد شويه تدريجي لحد ما يرجع لمستواه وبعد كده يرجع تاني يلعب، والشخص التاني مثلا ما كانش موفق شويه في وقت، فيعني دي حاجه احنا بنحكم عليها في لحظتها، بس مش هتمحي كل حاجه هو عملها مثلا. بس فده اللي انا كنت عايزه اقوله يعني في البارت ده.